أصدقائي، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز. زي ما احنا متعودين في كل حلقة بنتكلم فيها عن موضوعات جديدة، بنتكلم فيها عن ضيوف جداد، بنتكلم فيها عن حاجات بتهمنا. النهاردة الحلقة بجد لازم كلنا نشارك فيها ونسمعها وتواصلوا معانا عن طريق الواتس اللي بيظهر على الشاشة. ازيك يا عبير؟ ازيك يا محمد؟ ازيك؟ النهاردة ايه أخبارنا؟ النهاردة ضيوفنا ناس كبيرة جدا وفي مجالهم. معانا النهاردة الفنانة سهى سمير، فنانة ومنتجة ومخرجة حاجات كتيرة قوي. يعني أنا حابة بقى أنها تتكلم عن نفسها. أهلا بيكي. أهلا بيكي. شرفتي اللي استضفتي. النهاردة احنا مبسوطين جدا أن أنت معانا، وعايزين نتكلم بقى كلام من القلب، يعني عايزين ابتسامتنا تبقى حلوة كده والدنيا تبقى كويس. لأن الكلام اللي هنتكلم فيه النهاردة هو كلام مهم، يعني ممكن ناس كتير اتكلمت فيه بس عايزين ناخده من زاوية مختلفة، وعايزين نقول ايه نقول لها ايه. فاول سؤال انا عايزه اساله لحضرتك، ايه بداياتك او بداتي امتى او جت ازاي؟ يعني جت صدفة ولا دراسة ولا موهبة؟ يعني جت ازاي؟ هي بداية ما اشتغلت خالص كان من المدرسة. يعني انا عايزه اقول ان دور المدرسة مهم جدا. انا ابتديت امثل في المدرسة ايام كان في مسرح مدرسي وفرق موسيقى والمدارس كلها بتتجمع مع بعض علشان يعملوا مسابقات المناطق. وبعدين لما دخلت الجامعة فبدأت أشترك في فريق التمثيل في الجامعة، وبدأت أخرج مسرحيات في الجامعة. ومن الجامعة الحقيقة في الوقت ده كان فيه اهتمام قوي بنشاط الطلاب. يعني أنا فاكرة أن أول مخرج جه شافني الله يرحمه كرم مطوع، واخدني بعد كده اشتغلت ممثله مع الله يرحمه محمود عبد العزيز في 727، الفتره اللي كان لسه فيها محمود عبد العزيز بيعمل رأفت الهجان. فكان انا لسه عيله عندي 17 سنه ولا حاجه وواقفه قدام محمود عبد العزيز، فاهمه؟ فمن المدرسه للجامعه، وبعدين بدات على الاحتراف، وبعدين دخلت بقى في كل حاجه. يعني حبيت المجال كله كصناعه من اوله لاخره. اشتغلت فترة إعلانات، وبعدين حبيت الإخراج وحبيت التصوير. تبناني فترة طويلة دكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير العظيم، يعني فقعدت فترة كده شغالة مع دكتور رمسيس، اختام من تحت قوي من أول سكريبت كاميرا وحركة إضاءة وبتاع، فتعلمت على إيد فطاحل المهنة زي ما بيقولوا. كنت محظوظة الحقيقة بوجودي معاهم وأنا لسه عيلة في اللوكيشن كده بتعلم كل حاجة. وبعدين بعد كده دخلت بقى مجال السينما، وبعدين مسرح. لو وقفنا عند النقطه دي، انا بره الهوا سالتك سؤال فدخلتيني في منطقه تانية خالص. معلش انا اسف. فانا عدل السؤال. اوكي. لو جالك عمل، عملين في نفس الوقت، فيلم سينمائي بطوله وفيلم سينمائي اخراج، يا نهار ابيض كل ده. بص، هو احنا يعني انا التمثيل في دمي كويس، واعتقد يعني ان احنا بنتولد الفن عند الشعب المصري جوه دمه طبيعي. يعني فاحنا بنتولد بيبقى جوانا كده حته فنيه، بس لما بتوصل لمرحله ان انت تبقى مخرج فانت يو هاف ا فيجن، عندك رؤيه. فانت هنا بتلعب دور المايسترو، الشيف اللي واقف في المطبخ اللي قدامه كل عناصر الاكله، فهيحط ايه بمعايير معينه عشان هو متخيل طعم معين هيطلع في الاخر. المخرج بيبقى نفس الموضوع، هو متخيل مش عايز اقول اداء الممثلين، بس متخيل المشهد ده هيطلع عامل ازاي، الديكور، الاضاءه، الخلفيات، حركه الكاميرا. فانت بتصنع حاجه من عدم، يعني كانك بتخلق، طبعا يعني العظمه للخالق، بس كانك بتخلق حاجه جديده من عدم. فلما بيطلع المولود ده للنور انت بتحس ان انت يور فيري ساتسفايد، انت مرضي جدا. يعني بتعمل حاجه من صنع خيالك، يعني انت اللي تخيلت ده فحولته الى عمل بكل عناصره، من اول الموسيقى للديكور لحركه الكاميرا، متخيل مشهد نهار ولا ليل، بكل عناصره. طب من وجهه نظر حضرتك، شايف ان الفن فعلا بيأثر في المجتمع؟ اكيد طبعا طبعا. يعني بصي، من اول ما ابتدينا فن من ايام الفراعنه، من ايام ما كانوا بيعملوا الرقصات في المعابد و لحد يومنا هذا، الفن بيبقى عصب المجتمع.
حزننا بنعبر عن ده بالفن، فرحنا بنرقص وبنعبر عن ده بالفن، دخلنا حروب وثورات و بنعبر عن ده بالفن. فانت عندك شاشه او مسرح او حتى خيال الظل، كل انواع الفنون طبعا هي نبض الشارع، هي بتنقل لك بالظبط ايه اللي بيحصل في البلد يعني. طب ده يخليني انا اسال حضرتك سؤال تاني، انا ممكن اغير سلوك في المجتمع بالفن؟ اكيد، بس هو الفكره انت هتغيري السلوك بانه طريقه. ما هو احنا عندنا في مدارس، يعني في المدرسه بتاعه الواقعيه ان انا احسسك ان انا حضره الناظر فهقعد هديك الحاجات بشكل مباشر كده، بتبقى في منتهى السخافه الحقيقه يعني، وكان بنبقى يعني تحسي ان هو حامي حمى الاخلاق في الكون يعني، فالناس مش بتتقبل ده قوي، الحاجات المباشره دي مش هتيجي عنف. انما ممكن نغير عن طريق ان احنا نبقى شايفين الناس عايزه ايه ومحتاجين ايه، ونبتدي يعني انا شايفه مثلا الجيل الجديد اللي موجود دلوقتي، الحاجات اللي بتتعمل عن الحروب وابطالنا اللي قبل كده وتعرفنا بالناس اللي ضحوا للاسف التعليم في المدارس بقى حاجه مصمطه جدا، بقى التعليم للتعليم، هم لازم ياخدوا جرعه تعليم عشان الطالب يدخل يمتحن فينجح اخر السنه وبتاع. فاحنا عندنا منصات الفن بقت نوع من انواع التعليم، بقيتي تقدري الشباب اللي طالع جديد يعرف تاريخه، يعرف اصله، ما يبقاش بس متأثر طول الوقت كده بالثقافات الأخرى، وخصوصا ان احنا عندنا دلوقتي منصات زي الفل يعني، انت عندك اليوتيوب بينقل كل حاجة من كل الدنيا، عندك كمان منصات اتفتحت جديدة نتفليكس، ويعني طول الوقت انت عندك حاجات دخيلة من مجتمعات أخرى بثقافاتهم هم، وده بيبقى عامل زي المخدرات المخفية، ان ممكن يصدر لك اي حاجه هو عايز يصدرها من خلال الافلام بتاعته. لا اكيد. فاحنا لازم نبقى حريصين قوي احنا بنقدم ايه للشباب، بنعلمهم ايه. من التجارب الثلاثه اللي مريتي بيهم، اللي تمثيل اخراج انتاج، في فرق ما بينهم لما تيجي تعملي عمل؟ على سبيل المثال هوضح لك السؤال اكتر، الممثل عشان يختار عمل لازم يحتاج مساحه كبيره جدا في الدور اللي هيعمله، المخرج طبعا هو المبدع في الاول والاخر في العمل، المنتج بيدور على الربح، المعادلة هنا بنطلع للمشاهد وبنطلع للمجتمع ايه؟ لو ابتديناها من عند المنتج انه بيدور على ربح، ففي حاجات كثيرة قوي ممكن تعمل ربح، انت ممكن تعمل فيلم مش عايزه اقول كلمه مبتذل يعني، بس يبقى بيخاطب كده غرائز الناس بشكل معين، فده هيعمل ربح لان الممنوع مرغوب. كويس. انما الفكره في انه انت هتنتج ايه؟ انت ايه المنتج اللي هتصدره للناس؟ وهل انت على قدر من المسؤوليه والوعي انك تبقى فاهم انه الطفل او الشاب او الشابة اللي قاعدة بتفرج عليك، هي سواء بقى بتعمل فيلم ولا مسلسل، فهي قدام شاشة عايشة بكل كيانها جوه هذا العمل وبتتخيل نفسها مكان البطلة، فانت بتصدر ايه للناس؟ ده بالنسبة للمنتج. ودي بقى بتيجي للامانة المهنية، انت يعني عايز تكسب قد ايه، فنخلي فيه هامش ربح معقول. بالنسبة للمخرج يعني هو قائد العمل from A to Z، من الالف لليه، فهو يا ياخد. هو انا كنت عايز اخدك بس في منطقه الانتاج. علشان معظم المنتجين اللي بيعرضوا لنا الفن الموجود حاليا فبيبرر العروض اللي بيقدمها بانه لازم يكسب. اما طبعا ما علشان تدور تعمل عمليه تدوير راس المال يعني. هو حط 10 قروش، العشر قروش دول عايزهم يرجعوا 12 قرش علشان ياخد منهم 11 قرش فيدورهم تاني في السوق وهكذا، فيبقى في قادر يشتغل ويفيد ناس وهو يستفيد، هو مش بيشتغل برضه عشان يملى وقت فراغه. بس ده معناه انه يقدم فن هابط او فن غير لا يليق بالمستوى الفن المصري؟ اكيد لا، مش معناه خالص انه يقدم فن هابط، بس انت ماشي مع منظومة مجتمع.
انك تبقى ماشي فجأة عكس التيار، دي حاجة لطيفة جدا انك يبقى لك شخصية كده لوحدك بس في نفس الوقت انت هتفضل تحارب قد ايه عكس التيار. طبعا فلما يبقى في توجه كامل للأمركة مثلا، او توجه كامل ان احنا عندنا شغالين في تيمة العنف في الافلام، وفجأة تعمل انت فيلم رومانسي، فانت هنا بتقامر هل هتعرف تغير طعم السوق ولا ولا لا. الناس هتنفر منه، واللي هو يا عم ده هيبقى فيلم دمه تقيل طب وبتاع. نقف عند النقطة دي، أطرف موقف حصل لك وانت في التمثيل؟ أكيد في مواقف أطرف كتير وبتبقى موقف لذيذة وكمان. حصل في بدايتي، مش في بدايتي قوي، في النص الحقيقة. أنا اشتغلت لمدة سنتين مع الفنان محمد صبحي، كنا بنروح مدينة سنبل، وهو فنان قدير ومطلع أجيال أكيد طبعا، كل وأنا التحية سعدت والتقدير ليه. بالعمل معاه لمدة سنتين. وكان بقالي فترة عايشة برا مصر، فبدأت مخارج الألفاظ تبقى شوية أمريكاني، لأني كان بقالي بتاع 18 سنة قاعدة في كاليفورنيا، فغصب عني مخارج الألفاظ اختلفت. تمام. فوانا واقفة بعمل بروفات وبتاع، فحرف الضاد عندي ما كانش بيطلع ضاد، كان بيطلع تمام. شبه الدال. ففجأة راح موقف البروفة وقال لي على فكرة احنا في مصر بنقول لحمة ضاني مش لحمة داني خالص. فاحنا بنتعلم، والدنيا بقى بتبقى مليانة مواقف بتحصل لايف كده. طيب كنت حابة ان انا اسأل حضرتك، انت شايف اتفضل. المسلسلات والافلام اللي بتتعرض حاليا في مصر دي بتعبر فعلا عن المجتمع المصري، ولا عايزة تعديل، ولا عايزة زيادة، ولا هي كده كويسة؟ هي بتعبر عن يعني مواقف وكأنها سكتشات يعني، فتلاقي طبعا احنا عندنا كتاب عظام جدا في مصر، بس احيانا بيبقى الكاتب بيجي ياخد حاجة كده موقف سلبية الى معين حد ما ويحط عليها ستريس، يحط عليها سبوت لايت كده، يركز قوي في انه عشان يكسب الناس او بالظبط. بس انتباه هو الناس، الفكرة في انه اللي قاعد بقى بيتفرج على المسلسل ال 30 حلقة كل يوم دوت شايف نفس العيب. شايف نفس العيب، وفي نفس الوقت هو متعايش معاه، والمشاهد اللي بيتفرج فجأة بيتخيل ان دي بقت طبيعة المجتمع، فتبقى وانتي قاعدة كده حاسة ان في حالة قاتمة في المجتمع شوية. تمام. انا بحس انها بتفصلنا عن الواقع. طيب لو قلنا الفترة اللي جاية ايه اللي بتحضره لنا؟ هو حاليا للأسف انا ما زلت مستقرة برا مصر يعني، بس خلاص هانت، فاضل لي سنة وارجع مصر وارجع افتح تاني شركة الانتاج، وناويين نعمل اكاديميات ان شاء الله. للشباب. شباب كتير قوي في مصر مش عارفين يدخلوا الوسط ازاي، وعندنا مواهب في الكرة والنجوع والمراكز للأسف احنا ما بنهتمش قوي بأثور الثقافة والفن في المدارس فأصبحت المنصات اللي ممكن الشباب يعبروا عن نفسهم مش متوفرة قوي تمام. قدامهم، وخصوصا بعيدا عن القاهرة واسكندرية والمحافظات الرئيسية. الشباب اللي في الأقاليم أنا بيبقى قلبي معاهم، يعني ان هو لازم شكرا ينزح ليك. الى القاهره علشان يقدر يقدم في معهد فنون مسرحيه ولا معهد سينما ولا بتاع. يعني خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله هنلاقي حاجات إنتاج وفرص للشباب. تخلص بس 2020 اللطيفه بكل احداثها وخلاص هانت الجميله هانت. دي، ويا رب يبقى 2021 فتحه خير على ناس كتير قوي يعني. يعني أنا مش عارف أقول لك، الوقت يجري معاكي بسرعة جدا ربنا جدا، يخليك. ثانك يو ميرسي. ونتمنى إن حضرتك، طبعا أنا عارف إن أنت هتسافري قريب، بس نتمنى ان انت اول ما تسافري تكوني موجوده معانا تاني، ونقول لكل المشاهدين بقى المفاجات اللي احنا وعدناهم النهارده انها تتحقق، ويبقى كل حد عنده فرصه ان هو يقدر يمارس الهوايه بتاعته او يكون موجود ضمن النجوم، اكيد من الاكاديميه، واكيد كمان فرصه في الانتاج اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه فرص كتير جدا، وده عايزه ان انت تقوليه لكل المشاهدين بتوعنا. يعني انا حابه قوي ان احنا يجي لنا ناس من المحافظات على قد ما نقدر، تمام. دول بيبقوا محتاجين حد بس ينور عليهم شويه يعني. ان شاء الله. عبير، في نهايه الفقره الاولى بجد انا كنت سعيد جدا سعيده ان انت جدا. موجوده معانا، ميرسي، ربنا ويا يخليكم. رب نكون، يا رب نكون كلنا كنا خفاف على المشاهدين ويكون استمتعوا معانا. انتظرونا في الفقره الثانيه، فيها جوائز ومفاجآت وهدايا كتير جدا مع
مطعم بدوية، انتظرونا ما تروحوش في مكان تاني، هنطلع فاصل إعلامي ونرجع لكم تاني. بشكر جدا الفنانة سهى سمير، بشكرك يا فندم. مرسي ليكم. شكرا شكرا ليكي. شكرا. مرسي يا محمد. مرسي.